ليالي الطرب في قدس العرب في مدينة نابلس، حيث ينظم معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى هذا المهرجان في مثل هذا الوقت من كل عام، من خلال تنظيم عروض موسيقية للطرب العربي الأصيل في عدة مدن فلسطينية إلى جانب مدينة القدس الشريف، بهدف تعزيز الثقافة الفلسطينية في مدينة القدس كخطوة من سلسلة خطوات التصدي لعمليات الطمس والتهويد التي تتعرض لها مدينة القدس الشريف من قبل الاحتلال الصهيوني. في البداية أود أن أشكر المركز الثقافي الفرنسي ممثلاً بمديرته السيدة كريستل والأخ حكيم طبعاً، كما أشكر إدارة فندق ومطعم الياسمين لدعمهم هذا المهرجان في مدينة نابلس. الحضور الكريم، اليوم ومن بوابة المهرجان تعبرون عالم الموسيقى الساحرة، عالم الموسيقى الذي يعكس جمال وعمق الشرق من خلال الصوت الصوفي الساحر للفنانة مغربية الأصل عايشة رضوان، ومع الألحان التي تجمع أسلوب المقامات العربية وروح العصر الحديث النابعة من مدرسة النهضة مع الموسيقي والباحث اللبناني حبيب يمين، وتحت الأدوار الموسيقي الذي يضم عازف القانون المصري صلاح الدين محمد وعازف الناي التونسي نبيل عبد مولاه وعازف الكمان الفلسطيني صفوان كناني وعازف العود الفلسطيني عيسى مراد. ينظم هذا الحفل والمهرجان بدعم من الراعي الرئيسي للاتحاد الأوروبي والداعمين الصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق والقنصلية الفرنسية في القدس، مؤسسة التعاون ومؤسسة فورد فاونديشن ومؤسسة دروسس السويسرية وبنك الإسكان. أحب أن أنوه إلى أن عروض مهرجان ليالي الطرب في قدس العرب في مدينة نابلس رح تكون كل يوم أحد في تاريخ 27/11 و4/12 و11/12. أي استفسار بإمكانكم الاتصال بمقر معهد إدوارد سعيد في نابلس أو في مطعم فندق الياسمين. وشكرا لكم، بتمنى لكم أنكم تقضوا أمسية ممتعة مع الفنانة عايشة رضوان وفرقة الأدوار الموسيقية.